وحافظ على وقتك، ما تضيع وقتك. ودي كلمة أخيرة أنا أختم بها في لب هذا الحديث وفي لب موضوعي، موضوعي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حافظ على الصحة دي، بيجي يوم والله بتمرض وفي المرض العبادة بتاعتك بتقل، حافظ في الصحة. وبيجي يوم بتنشغل، ولو ما انشغلت بيجي يوم بتموت تندم على اللحظات اللي ضيعتها من عمرك. ما تضيع ولا لحظة، ما تعدي وقتك كله ونسى، ولا تعدي وقتك كله ما بعرف ماشي ما دار الأكل، لكن قاعد في البلد هنا جمه يقول لك لا لا أزول، لا كل يوم ناكل عنده، راح يا أخي هناك ذاك أكله طاعم طاعم، يعني شنو؟ ما كله أكل في السودان وكل ساعة، ما في أشياء، ما تضيع زمنك. يقول لك نمش هناك وكذب، يمش جيعان ياكل، مسافة تيجي في الطريق بيكون هضمه جاع ثاني يرجع مرة ثانية، كلام كله فارغ ساي، وذاك مضيع في زمن لا في 20 بوتيك. ليه؟ لا يقول لك البنطلون الستايل بتاعي ما لقيته، ستايل انت دفار ماشي بيعوك، ما تلبس اي بنطلون، كان هو جايب ذاته وجوزوه بعضهم، اشوف لك بنطلون واسع وثقيل البسه، شوفوا بس اقرب بوتيك شوفوا قوي اي اشتريه، واسع اي اشتريه بجمارك، شنو توزن فيه؟ هذا قدري ولا ما قدري؟ بيجي مع الشراب مضبوط ولا ما بيجي مع الشراب؟ وها ولا القميص كيف؟ يا هذا كله ضيع زمن سايا ناس، ما تضيعوا زمنكم. من الصباح يفتح في الواتساب، كيف اصبحت؟ اصبح كويس يعني اصبح قرد ما هو ذاته؟ اها كيف امسيته؟ تمام، ما شفت الايام دي مغيمه؟ انت عارف الغيمه دي بتكون في كتاحه، يا دوب بدت كتاحتك من هنا وانت او كذي، ومن الصباح اتصل بها، يفتح الواتساب، اها اتصل بالبيت، افتح الواتساب، الليله في مواضيع كثيره، مواضيع خطيره دارين نتونس فيها، نتونس مع البيت يغش فيها وذاك يغش، ما تضيع زمنك يا ناس، العمر ده محسوب والله الذي لا اله غيره. واحدين ثانيين مضيعين وقتهم كشتين وضمن شغالين فيها عمياء و14 وايه وكذي، واحدين ثانيين الشيطان مضيع زمنه من غير اي فايده، لا بتونس تلقى قاعد بس مسهل، مسهل في شنو؟ تذكر زمان الشكل مع واحد دقاو يقول والله كان لقيت واسي اردم ردم، واحد ثاني قاعد متخيل الشكل مع خمسه عساكر وشاكله، يا اخي مالكم على الشيطان والوساوس دي هذول وضياع الزمن. واحد ثاني جنب الترعه يكتب في شعر وشعر مكعوج كله، لقيتك كان ما لقيتك، لقيته شنو يا اخو لقيته؟ كلام كله ضياع زمن، ما تضيع ولا لحظه، لم في الكتب دي اقرا، اقرا المصحف، اقرا كذي، والله الذي لا اله غيره. في ناس حفظوا القران في المواصلات، في المواصلات بس، كل يوم تلقاه مواصلات من الداخليه للجامعه يقرا، كر لما حفظ. في ناس الواحد يحفظ الكتب وين؟ تلقى في وقت الشاي، دا اسمع وداك يقرا وده يشرب في شاي، واحدين حافظوا على الوقت. يا اخي ابن الجوزي كان مبتلى ببعض الناس بيجوا دارين يتونسوا معاه، قال ده لما نيجوا الوقت ده قال بعد ابره في القلامة، قال يعني ما داري يضيع ولا دقيقه، خلاص انتهى بر القلامة، يقولون خلاص يا جماعه الونسه ما كملت، يقوم طوالي يمشي، ما في وقت ولا في زمن تضيع. حافظ على وقتك، بتندم على مهما تشوف الملائكه ذيل قدامك، بتندم على اي لحظه ضيعتها في غير طاعه الله.